أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في مستدركه رواه ابن ماجه وغيره وهو صحيح على شرط الشيخين من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنه لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم. السلام عليكم.
السنة ده؟ اه بس الباقي الثاني مثل ما جاش خلاص ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جعلنا في السماء بروجا وزينا لها للناظرين كل شيطان رجيم إلا من السماء في الدنيا والأرض بدنا فيها رواسي وبدنا فيها من كل شيء موزون اللهم ادعوكم فيها معي